بوتو تحياتي دوما سمعت خبر إقالة ألان جيريس من المنتخب الوطني التونسي خويا اللي عرضني في الشارع خلص اللقاء من الفرحة بالرسمي فرحت لدرجة ما تصورهاش. الحمد لله الجامعة فاقت شوية على روحها بالرغم من ذاك رئيس الجامعة دوما فات الكان خويا وقف لي مخي قالك باش نقيموا الوضعية باش نشوفوا منا مو غادي ونتكت كولتي مازلت باش تقيم تشوف لوترينور لاعب ما فماش اللي كور كونتر يقولك تونس ما فهمتش اللعب نتاعك كيفاش باش تقيم انت هكا بيدك سمعت بوذنيك اونترينور تاع غانا تاع اللي هو يقول لك ليكيب ناسيونال التونسيه لعبه ما فهمتوش ماش قاعده تلعب فماش لاعب واضح معناتها قصدي راه ليكيب ناسيونال تلعب عليهم مش تلعب خويا عزر كان حبيت كوره صح كان ما حبيتهاش هذاك صار معنا في الدمي فينال حبتنا كوره نحن ما حبيناهاش روحنا كيك بالرسمي كنا نجمو نوصلوا فينال الله غالب ما كتبتش كان بالحق كان تغيظ على الاخر كان كنا نجم نوصلوا فيها بفينال بضحك ولعب اما قالت ألان جيريس راه ما يكفيش عندك ألان جيريس غانزاري القصراوي ستاف كله لازم يطير بالحق ستاف كله لازم يطير البريباراتور فيزيك لازم يقاو شكون ماخير تجوارت معاش قادر تلعب 90 دقيقه وانت تحكي لي من 1-17 لازم نلقاو حل لازم كل شيء يتبدل وذاك علاش بنحكيو على برشا حاجات شكون حسب انا نشوفه الاجدر باش يعوض ألان جيريس في مهام ليكيب ناسيونال لكن قبل اي حاجه قبل نحكيوا على شكون باش يعاود نحكيوا على ألان جيريس كيفاش جا ليكيب ناسيونال وكيفاش بدا تحكيته مع المنتخب الوطني التونسي حكيت ألان جيريس كيفاش جات فوزي بنزرتي ما خرج ونعرف شنو صار فوزي بنزرتي كيفاش طردوه شي بالتليفون قالوا راك معاش مهدرت على ليكيب ناسيونال شوف على روحك جمعيه اخرى مشات حكيت فوزي بنزرتي هكا شكون شات في بلاصه فوزي بنزرتي مهام اونترنات على ليكيب ناسيونال الفيلي عمره 6 شهور مير كانزاري شد مير كانزاري كيب ناسيونال عاد ما نحكيوش دخلها بعضها مهمشها جوارات لا فما لا لاعب لا فما لا شيء ظهر موضوع ظهر شي موضوع اخر رئيس الجامعة اش عمل خويا قالك لازم نلقى اونترينور مير كانزاري حاجي اونترينور ما مشيش كما يلزم لازم نلقى شكون اول حل واحنا نموت على بوبليش ألان جيريس الرجل عنده عام ما رانيش من حكايه مالي لعبت حصر فيه باش تقتلو من وقت قعد عام مرتح في الدار ما رانيش هذا الدار برجولي اونترينور فيش فيش البتم معنى كلمة صحيح جور كبير لكن كأونترينر أي حاجة شدينا هنا يفشل معها مالي يفشل معها الجابون يفشل معها السنغال يفشل معها بالرغم راه فما بريود عنده من أحسن جوارات في الأفريق سواء مع مالي سواء مع السنغال لكنه يفشل معها صحيح مالي وسلبات روزين بلاس في الكان لكن باللي يكون بالجروب هذاك والإفكتيف هذاك كان ينجم يسبق الكان جميل دي سيت خويا حصل فيه لعبات ساي بعد ما سكور ديك لي كونتر تزاير وفشل باش ترشح كوب دي موند كهو يزي قالوا ما عادش تضرب حتى ضربة في الكيب ناسيونال اتطرد من الكيب ناسيونال اشكون خويا عاد احنا نموتوا على بوبليش اشكون يجيراني للكيب ناسيونال التونسي واحنا ناقصين عاد عصب ومشاكل وتنرفيز وغش يجينا سي ألان جيريس ومغادي وين جينا عاد بدات الحكايه الصحيح 14 ماتش عدهم على الكيب ناسيونال 14 ماتش عمل سي فيكتوار 3 ديفيت 3 نول لكنهم سي فيكتوار راهم مش كونتر الكيب ناسيونال واورا ابار كرواتيا حتى كرواتيا راهي ماشي تلعب بريمير ليكيب شكون في علمك من تو وكمل لعبات رد ربحنا كرواتيا مخهم شال بعيد سي بون قالك كان عنا باش نروحوا بها لتونس جاونا بها على الاخر ربحنا خويا بي شامبيون الكوب دي مونت في بلادها خويا كرواتيا راهي تلعب بزين ميكيف ومخلطه راهي ماشي تلعب بجمعيه سيحة وزيد ابار هذاك راهو ماتش اميكال ماهوش ماتش ديسيسيف معناتها ما تنجمش ماتش هذاك خويا قيم انك في الكان باش توصل بعيد باش توصل مرحله بعيده صحيح وصلنا دمي فينال صحيح حاجه به لكن دمي فينال راهم جانا ماتشات راهم سهلين راهم معناتها حبتنا كوره مشات معنا كوره وماتشات ما جاناش صعب ياسر ريز ليكيبيت ناسيونال اللي لعبنا كونترهم ما كانوش كلي واو ما سبوناش خويا خطوره كبيره فما ماتشات بالرسمي بات فيهم سورتو الماتش نتاع البول اللي عملنا فيهم 3 نول مخ كيقف لا فما لا لاعب لا فما لا شيء لا فما لا تاك لا ديفونس لا جارديانات لا فما لا شيء لا سخط على ريوس من الاخر ليكيب ناسيونال بات فيهم اونترينور من ناحيه اللي تكتيكمون زيرو الجمعيه ما عرفش يوقف لادجوان اللي ما عمل حتى شيء ما عنده حتى شيء الرول نتاعو باش يعطي كونسين الجوارات قاعد يقوم به حمدي القصراوي انت باش تفهم لنا ليكيب ناسيونال وين ماشي وحمدي القصراوي الرول اللي عنده كاونترينور تاع جاردينات وكافش هذا جاردينات ثلاثه جاردينات ما كانوش حاضرين في الكانيات واللي شو اللي عملهم في جاردينات نفس الموضوع وتقولي كيف ناسيونال تهدم كل مش لازم تطير برك والبريباراتور فيزيك عاد ما نحكيوش جوارات دقيقه 90 ما عادش قادره باش تجري جوارات تعبه فيزيكمون ميته تفرجت زيرتي من اول ماتش لاخر ماتش نفس الجماعه قاعده تكون ابار مهدي زيفان اللي خذا بلاصه يوسف عطالي تضرب ما صار حتى شونجمون في التشكيل هما تروح برك هابط زي ميكيب لكنهم اغلبيه ماتشات كانوا نفس جوارات يهبطوا يكون
وجوالات كانوا يكوروا في التوب وفيزيكمون كانوا حاضرين. وقت اللي نحنا من الميتون الاول سي بون العباد يتحل الهواء ما عادش تنجم تجري ما عادش قادر حتى تعمل سبرينت ولا باش تعمل فانت ولا اللي هو سورتو يوسف مساكني اللي فيزيكمون ميت 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 كان هذا. سي الان جيريس خويا جا ليكيب ناسيونال خويا عنده بيت برك رئيس الجامعه خويا قال اسمعني عندي خويا حكايه عندي بروجي ليك توصل دومي فينال كامل مع ليكيب ناسيونال توصل دومي فينال راك تروح ما تزيد حتى نهارك مع ليكيب ناسيونال اللي حاجته بيه وصل دومي فينال طاير بالفرحه الان جيريس جو باهي خويا انت في بلاصتك نحشم على روحي في بلاصتك خويا نخرج ونقدم استقالتي راني من الاخر ليكيب ناسيونال راني ما نجبش نعمل شيء معاه راهو من الاخر نعاود نقولوا الكلام راك جوار من احسن ما فما نوافق عمل كارير كبير لكنك اونترنور راك بالرسمي حالة هذاك علاش كل كيف ناسيونال راك مخليكش ديريك تكمل عام معاه تحطك على جنب ويتكيك قول لك اسمعني يا تفسخ لك يا تقدم استقالتك يا العباد اللي تحصل فيك بتقتلك من الاخر كما صار في مالي الجبر ربي ما صارش في تونس بالحق وبالرسمي اعز خيار عملته الجامعه هي خرج على انجيريس من كيف ناسيونال وبقدره ربي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الستاف بكله لازم يطير معاه على خاطر ما عادش يزيدوا حتى اثنين سورتو ماهر كانزاري اللي اونترينا الجمعه لازم تصير مشكله يفشل معاه كل واحد والكام تاعو كادجوان راو حاله توا تزرت على جيريس وفات مع ليكيب ناسيونال طيح كل شيء وعاود تبني من جديد لكن باش تعاود تبني لازم تكون وليدها لازم تكون خويا يحس بالليكيب ناسيونال كور قبل في ليكيب ناسيونال يعرف الجو تاع ليكيب ناسيونال يعرف الجوريت يفهم الجمهور لازم تكون هكاك عبد وليدها فما عباد ياسر عباد تحكي لنا نبيل معلول نبيل لازم نبيل يرجع انا مش خاف صحيح نبيل عمل حاجه باهي مع ليكيب ناسيونال لينا لعب معاه مع ليكيب ناسيونال لكنه عم حكايات ناقصه واللي نخاف منه اللي حكايه الاسبيرونس قبل رانا الاسبيرونس وهز معاه تشامبيونز ليغ والامور ماشيه خويا فل وبالرسمي عالمي لكنه كي خرج من الاسبيرونس وعاود رجع مره اخرى ماهوش هو بيدو نبيل اللي رانا الاسبيرونس وهز تشامبيونز ليغ مع الاسبيرونس وهذاك منش خايف العباد تو شد في نبيل شد ليكيب ناسيونال منا يفشل منا يولي كله يسبوا فيه كله خويا ينقلوا فيه هذاك منش خايف لكن كل واحد عنده شوا نتاعو كل واحد خويا حر في اللي يحب عليه هو انا برجولي اول شوا نشوفه كل واحد حر فما عباد باش توافقني عباد تقول لي انا خويا اونترينور بالرسمي قاعد يعمل حاجات كبار في اسبانيا صحيح يراني في جامعيه ديفزون 3 وعام ناول لعب باراج جات على جامعه ديفزون 2 من جامعيه من حتى شيء رجعها تلعب باراج بطلوع على ديفزون 2 في اسبانيا واللي هو مهدي النفط عام ناول خذا جامعيه اللي راني فيها توا بدا خوز في كلاسمون خايب ياسر من كلاسمون خايب رجعها في كاتريام كلاس 30 ماتش رانا فيهم ولعب 30 ماتش اوفيسيال منهم 16 ربح 6 ديفيت و 6 نيول بالرسمي كونترينور خويا بلي موجود خدم بيه استنى لين نجي الميركاتو بدات الربح خويا رباضو وصل كاترين بلاس حاجه باهيه من جمعيه خويا من حتى شيء يلقى روحه كاترين بلاس لعب براج ما مشيش مع الحظ ياسر روح في البراج لكنه كونترينور بالرسمي انا نشوفه الشوا الاول عندي كاجوا نتاعو فما عباد باش توافقني عباد لي تقول لي خويا كونترينور ينجح اكثر لكن نشوفه كاجوا هو ومهدي النفطي ينجموا يوصلوا بعيد مع ليكيب ناسيونال حويجه بركه اللي هي نعطيهم ثقه ونخفوا معاهم وندزوا معاهم مش من الماتش الاول سي بون نقول لهم سبوا فيهم ونحكي عليهم بالخايب لازم كونترينور نعطيه ثقه راهي ليكيب ناسيونال ما تتبناش في 6 شهور ولا عام ولا اللي هو فرنسا موصلت هزت كوب دي موند الا ما ديشون راناها قرابه 4 سنين كيف المانيا الا مونترينور نتاعها راناها بيريود كبيره باش تفهم الجوالات ركح ليفيكتيف نتاعو ركح خويا العالم نتاعو ركح الامور الكل حضر جروب خويا مشي ينافس بيه الشوا الثاني هو عباد وش وافقني وعباد لي كرهات والشوا الثاني راهو تحكي وقاعد يدور في المجامعة وسورتو انه عادل الشاذ اللي هب التصوير اخويا يقول فيها ماذا بيه هو وراه عادي ماذا بهم خويا يجيب ليكيب ناسيونال وراني ليكيب ناسيونال ويقدم خويا يد ليكيب ناسيونال كونترينور اول شكون راه عادي اللي قاعد يقدم في موسم ومواسم بالرسمي استثنائية مع ساوث هامبتون صار وكاجوام تاعو عاد الامور واضحة عادل الشاذلي يكون الجوان تاع رد الجهاد عادل الشاذلي ما عندوش خبره كبيره كونترينر لكن كجوان ينجم يقدم اضافه كبيره خاصه انه يعرف الجو تاع ليكيب ناسيونال ولعب مع ليكيب ناسيونال وهز كان مع ليكيب ناسيونال ويفهم الجوالات دونك اونترينر رد عادي وهو يكون الجوان تاعو ترازيام شوا كيف ترازيام شوا نمور تكتح شويه ونجم يكون صعيبه شويه واللي هو الصبر الى موشي كونترينر اول ليكيب ناسيونال صحيح مزيكي ولا يراني نوتيغان فورست لكنه بليكون يبقى شواء من اللي انا نقترحه خاطر اونترينر عنده خبره على الفريق رينا تو يراني نوتيغان فورست رينا قبل كوت ديفوار اونترينر يعرف جو الفريق يعرف الامور كيفاش تمشي يعرف كل شيء والكان سورتو يعرفها
ينجم يقدم حاجه كبيره مع الكيف ناسيونال التونسيه. نصيح بورسنتاج انه يجي طايحه شويه لكنه يبقى شوابه اجوان نتاعو حسب ما نشوف انا شد قبل اجوان في الاتوال واللي هو عليه بومنيجل واللي حاليا اجوان في سوشول فرنسي اللي تلعب ليغ دو. كيف اجوان ينجم يكون من احسن ما فما مع صبري لموش واخر شوا مليان اقتراحهم توا واللي هو شوا تاع نبيل معلول. نبيل عنده فكره على الكناسيونال ورانا في بيريود بالرسمي خايبه ولي بيريود تاع كوب دي موند ووزع الكوب دي موند ورشح الكوب دي موند لكن ما نعرفوش شنو صار كوب دي موند والسيناريو اللي صار كيفاش خرج ومشي لنا الدحيل. كاجوان نتاعو الامور واضحه نبيل يجيب اجوان نتاعو كان نادر ديو نفس الحكايه يعرف الكناسيونال يعرف جو الكناسيونال الامور الكل يعرفها. هذوما كانوا اللي كاتشوا انا نحبهم خويا نقترحهم خويا على الجامعه انها تجيب اونترينريت وتخمم فيهم مليح على خاطر شنو يلزم لازم اخويا وحايد وليدها واحد بالرسمي يحس بالعباد ويحس بالجمهور ويحس بالجوارات ويفهم اللاعب ويورينا لاعب خويا ما حاشيش انك تهبط الجمعيه اسامي وكهو وذاك شنو صار في الكيب ناسيونال الان جيريس جابت فيها كان اسامي راه من الاخر بوتو انا خويا ما عليك نقول لك بسلام فولوين على انستغرام تلقى لي نتاعو في الديسكريبسيون. طبعا عليك نقول لك في الامان ونتقابلوا في فيديو اخرى.